فارس، مرحبا بكم في هذه الأيام الرمضانية والروبورتاجات التي ينجزها الموقع مع فنانين كبار والفنانين الذين بصموا في الساحة الفنية المغربية. نستضيف اليوم الفنان المعروف في طاقة مارش في مسلسل حياك حنا جيران، الأستاذ حسن عليوي. سي حسن عليوي مرحبا بك. مرحبا سيدي. إيوا أنت اتق الله واعطيني أسئلة. ومرحبا بهبة بريس في المنزل ديالك لتذكير فقط، فإنه سي حسن عليوي كيستضفنا في مائدة الفطور في رمضان. سي حسن عليوي، غادي نطرح عليك أول سؤال فيما يتعلق بإنجازات ديال حسن عليوي في هذه السنة هذه. بالنسبة للإنجازات لهذه السنة هذه، كان هناك مجموعة من الأعمال. كان كاين مسرحية الكوميدي ميوزيكال ماسين خكرانت مديازين للكاتب الأمازيغي المناضل علي صدقي أزيكو، من إخراج المسرحية أيت سيتي مع فرقة آفاق الجنوب، وحازت على جائزة الكبرى ديال ليركام المعهد الملكي الأمازيغي. خدمت مسلسل أمازيغي تيدرت الحنة، الدور ديال حمد. و غير هذا المسلسل كيتبت في القناة، دابا الان كاين دابا كيتبت في القناة الثامنة. وكاينين اعمال اخرين، كاين جوج اعمال مسرحيه. كاين عمل مسرحي مع جمعيه مسرح الطلائعي، مسرحيه سميتها لا كونيكسيون من تأليف السي علي الداه وإخراج حسن بديدة. وكاين مسرحية أخرى مع سيتي مع آفاق الجنوب، مسرحية أسترا بالأمازيغية. وكاين مسرحية أخرى اللي غنبداو فيها دابا مع نور الدين التهمي في إطار الدعم ديال التوطين، مسرحية بالأمازيغية إخراج حسن بديدة كذلك. سي حسن، اش من سن فاش القرص حسن بانه عنده موهبه ديال الفكاهه وموهبه ديال التمثيل؟ وبالاحرى اش من سنه بالضبط، او اش من سن كان عند حسن منين بدا المسرح الفكاهي؟ البدايات ديالي كانوا في الثمانينات، ديك الساعه يلا تاسست دار شباب بمدينه انزكان، واول جمعيه التحقت بها كانت جمعيه الشعله للثقافه والتنشيط، شي حاجه بحال هكا، واللي لعبت دور كبير انه حاولت الديريجي مجموعه، ماشي غير انا، مجموعه من الشباب ديال المنطقه، لانه في هذيك الظرفيه كان الاجرام، كاين فهمتي، كاين غريساج، كاين المخدرات متوفره، يعني فهمتي. ودار الشباب لعبت دور مهم في التوجيه ديالي، وخصوصا جمعيه الشباب الاميج اللي كنت كنخدم مع مصطفى الطايري، كنت به هشام مناصيف تملا، مجموعه من الاخوان كنديروا دي سكتش. وكان تما حسيت بانني كنميل بزاف للتمثيل، وجات فرص انني نخدم مع مجموعه من الاخوان، جات فرصه ديال ستاج ديال 3 سنين مع جمعيه افراد اللي كان كيتكلف بها الاستاذ ديالنا سي خميس محمد. تما بدات التجربه ديال المسرح. كندخل انه نقدر نقول لك سيمي بروفيسيونيل، ماشي بروفيسيونيل، كشبه محترف، يعني وليت كناخذ المسار ديالي الفني كما هو خاصي ناخذو، يعني تكون طريق اللي وحده بوحده، ياتيات ماشي ياتشيات. سي حسن، انتقلتي للعمل التلفزي مؤخرا. البدايه كانت كنظن مع مسلسل ياك حنا جيران في العمل التلفزي. عمل تلفزي كان اول عمل تلفزي تفتنيرت في القناه الاولى، لاول مره غادي تعرض فيلم بالامازيغيه سميتو تفتنيرت، من اخراج الخو عبد الله داري ورشيد، كان فيها رشيد الهزمير، فيها مجموعه من الاخوان اللي عاطف بردواز شوشاو. اول فيلم ديك الساعه الخو 2002 ولا 2000 كان باللغه الامازيغيه. باللغه الامازيغيه، في القناه الاولى.
القناة الأولى، وعاد من بعد أول مسلسل كديرو باللغة العربية هو حياك حنا جيران، سيتكم مع المرحوم بسطاوي، دنيا بوتازوت، عزيز الحطاب، عزيز الحطاب، نعم، بن عيسى الجيران. كيفاش جاتك هذيك التجربة ديال الأعمال التلفزية مقارنة مع المسرح اللي كنتي بديتي فيه في الأول؟ غير باش تعرف بأن لي سيتكم ولا لي سيت سوتو لي سيتكم اللي كنخدموا سيتكم ملي كت ستيل ديالو عاوتاني بوحدو، ماشي بحال مسلسل، ماشي بحال تيليفيلم، ماشي بحال سينما. سيت كوم إلا ما عند كلا باز ديال المسرح، كدير المسرح وستيل ديال الكوميك، راه ما غاديش تعطي في سيت كوم، ما يكذب عليك شي واحد، غتحفظ هادوك جوج حروف ولكن ما غاديش، يعني انا خاصك داك لو تامغ ولا لو بيرسون، داك لو تامغ ديال البيرسوناج اللي غادي تخدم خاص لي روتوش ديالك انت، ما تقدرش راه اي واحد غادي يجيبو يحفظ هادوك جوج حروف ويدها. جات الفرصة أنه ديك الفترة كنت نحس براسي بأنني خصني أعطي عندي، خصني تتاح لي فرصة، جات فرصة أنه دار كاستينج ومشيت لكازا، مشيت لكازا ودرت كاستينج وتوكلت على الله. بالمناسبة تلاقيت حسن الصدف، تلاقيت مع واحد الأخ اللي جا خدمت معاه هنا مسرح في المسرح الجامعي، سيمو أورا، كنشكرو بزاف بهاد فهاد المناسبه هادي، لان حتى هو عطاني ثقه، لان اول مره غادي ندوز كاستينغ، ما كنعرفش كيفاش كيديروا، كيفاش كتصور، كيفاش كيتعاملوا، يعني جيت تلاقيتو عطاني مجموعه من المعلومات، عطاني كيفاش نخدم هو سميتو، ودوزت الكاستينغ وربي ما خيبناش الحمد لله. وكانت تجربه حولات المسار الفني ديالي لواحد بليزيغ ايتاب، خصوصا اني اول مره كنشوف هاد الفنانه مع من غادي نخدم في سيت كوم، مجموعه من الفنانين كنشوفهم غير في التلفازه، وكنشوفهم في الجرائد، وكنشوفهم في الكلمات المتقاطعه كيديروا وجههم وداكشي، وخاصك دير يعني كيفاش غادي نتعامل مع الناس هادو. ولكن الحمد لله تلاقيت مع فنانه اللي هما دي فري زارتيست، اللي كيحبوا خدمتهم، اللي كيحبوا العمل ديالهم، والحمد لله راه النتيجه راه بانت. اذا نشكرك سي حسن على هاد التصريحات. دابا غادي نمشي معك سي حسن لواحد الجانب اخر فيما يتعلق باليوم الرمضاني ديال حسن. كيفاش كيدوز حسن اليوم الرمضاني ديالو؟ اليوم الرمضاني بطبيعه الحال ديك 11، باش كتفيق حسن 11 12 صافي بون على حساب، ما كنفوتش 12 هاد العام، ما فتش 12 اللي تحت ني 12 ل 11 ولا 10، كتسخر المولين الدار بطبيعه الحال. انا راه رب اجره شريف، راه مجوج تسحبك انت، انا جي وتجوج، خاصك بطاطا، خاصك سميتو المسمن، خاصك لافوكا ضروري مسؤوليه تما. دابا كنمشي للسوق كنتقداو داكشي، وكنمشي عند الاخوان صحابي والاصدقاء ديالي اللي معايا في السيكتور، كنهضروا المهم خص بنادم يتحرك، ما بقاش غاجلس. كدير شي شهيوات سي حسن؟ بطبيعه الحال كنديروا شهيوات. ماشي واش كتاكلهم، واش كديرهم، واش كتمشي كتعاون المدام مثلا، ولا كتعاون الام ديالك في الكوزينه، شي حاجه بحال هذا الشكل هذا؟ لا 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 كنعرف ناكل انا صافي، ما عنديش مع شي. ما كتعرفش تصوب طاجين مثلا؟ الا كلفوك دابا العائله ديالك قال لك بغينا شي طاجين، واه طاجيني، ولكن باش ندير شي حاجه اخرى، شي هو دوك التويشيات وداك الشيء، ما عنديش مع التويشيات، انا عندي مع الطاجين. شي اش من طاج، من نوع ديال الطاجين اللي كتصوب مزيان انت؟ طاجين الا بغينا نكلفوك مثلا شي بعمليه انك تصوب لينا واحد الطاجين، اش من طاجين غادي تصوب لينا ساعات؟ غادي نصوب لك طاجين ديال شي شوا، شيشاوة بلدي. يعني اشنو اش غيكون فيه؟ والو يكون فيه اللحم، مطيشه، بصيله، كورجيت، خيزو، بطاطا، شويه القزبور، شويه ديال سميتو، والثومه ضروريه فهمتي، وسميتو صافي. ها انت ولكن كيفاش ستيل، كيفاش تخدم هذاك الطاجين؟ ماشي غتشير عاد تشير تما وتحط. لا خصك ما كتعاونش هنا في الدار شويه انت في الفطور؟ ومره لا كنعاون بعض المرات. كتعاونهم؟ حيت كنجي كنتكا واحد شويه عرفتيني، كنطيح الديجان كثر كنعس. اذا شكرا سي حسن العليوي اللي استضفنا في المنزل ديالو، ورحب بموقع هيبا بريس، كنشكرك، كنجدد الشكر مره اخرى، ونتمنى لك مسارا فنيا جيدا
لكي يضاهي مسار الفنانين الكبار. شكرا بزاف، وحتى انا كنشكر جريده هبه بريس على هاد الزياره هادي، وكنقول الجمهور الكريم والشعب المغربي رمضان كريم، والله يدخلوا لكم بالخير وبالهنا وبراحه البال، ونتمنى لكم الف 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 خير. شكرا. كتعرف حسن علي واشرف ياك؟ اه سي حسن كنعرف. شنو كتعرف عليه هنا فين سكان؟ السي حسن كنعرفوا عليه راجل مزيان وكيتعامل مزيان مع الناس، وولد المنطقه ديال عين زكان، كيشرف هاد المدينه هادي، والتعامل ديالو بالنسبه لنا حنا وبالنسبه للناس انسان عادي، ما كيتكبرش، انسان متواضع. حسن علي واش شريف ياك؟ ايه كنعرفو كنعرفو نعرفو مو نعرفو خوتو نعرفو كلشي. اش كتعرف عليه؟ لا عمر هذا قال لي خصكم عليه جيو عندي انا هنا نعطيها لكم. زاركم هنا في عين زكان؟ السنين هادي لقيتو باقي يلا فز. كنتي كتعرفو مني كان صغير؟ كنعرفو ملي كان فز. ها هو قدامو قول هذيك. حسن علوي الصديق ديالنا، ايام ديال الطفوله دوزنا مع شي بركه ديال التوتين. يا كان الله يعمر هذا دار والله حرام ياك. دوزنا مع شي ايام ديال التوتين، واحد الانسان الله عمرها دار ما شفنا فيه غير الخير، الصديق ديالنا تيبغي الخير للناس، صراحه تيبغي الخير للناس، تيبقى فيه الحال، تيشجع كاع الناس الفقراء والناس اللي سميتو تيشجعهم حسن علوي حسن. إذا كيتواجد معنا في هذا الفطور العائلي اللي ديال السي حسن عليوي الفنان المعروف حسن بديدة. أستاذ حسن بديدة مرحبا بك في موقع هبة بريس. بغيناك السي حسن تدوي لنا على المسيرة الفنية ديال السي حسن عليوي والصدقة ديالك وشنو اللي كيربطك معاه. أولا أهلا وسهلا مبارك عواشركم. ثانيا اليوم فاطرين عند السي حسن العليوي الله يعطيه الخير. حسن بالنسبه لي هو ولدي، لان دام التجربه ديالي معاه واحد 17 سنه في المسرح الطلائعي. كنعرفو هو صغير، انسان اللي شق طريقه بكل صبر وبكل قوه، والان راه كيجني الثمار تاع هاد التجربه ديالو، وكنتمنى ليه الخير والمزيد والتألق ان شاء الله. واش نقول لكم بركة عواشركم، واخا قهمنا 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 هادشي تاع الماكله وداكشي وي قهمنا، والله يعاونو الله يعاونو الله يعاونو الله يعاونو. كيتواجد معنا ايضا في هذا الفطور العائلي الرمضاني السيناريست علي الده. علي الده شنو كتعرف على السي حسن عليوي والمسيره ديالك معاه في اطار الفن وفي اطار الصداقه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا المنبر ديال هبه بريس كنبلغ يعني الجمهور الكريم العواشر ديال الشهر الكريم، وكنتمنى ان شاء الله باش الجمهور الكريم يكون بخير وعلى خير. اليوم كنتواجدوا عند السي حسن عليوي في هذا الافطار هذا اللي اصلا حاضرين فيه واحد مجموعه ديال الاخوه. فالسي حسن العليوي يمكن غنهضر في يعني في واحد جوج ديال الامور. كنهضر على حسن العليوي الانسان اللي هو اصلا عنده مجموعه من المواقف الانسانيه، وواحد السيد اللي يعني في الاوساط الفنيه تيكون معروف بالمبادرات ديالو الانسانيه اكثر. واحد السيد اللي عنده اخلاق وعنده يعني مجموعه من الاحلام، ويعني وهو واحد الانسان عنده الاحساس بالاخر، وهاد الصفه ما تلقاوهاش بزاف عند الناس. وغادي نجي للشق الاخر المتعلق بحسن عليوي الفنان والمبدع. فالسي حسن كان يعني من سنين هذه احنا تنكونوا نعرفوه في المسرح بالخصوص مع الاستاذ حسن بديدة، واللي عطى في ادواره المسرحيه وجد فيها وابدع فيها. فكتجي من بعد هذه المسيره المسرحيه تجي واحد الفقره ولا واحد يعني واحد الاشتغال اخر على مستوى التلفزيون اللي عطاه واحد الشهره يعني عند الشعب المغربي، واللي خلاته يكون واحد الممثل محبوب عند الناس. يعني بهذه المناسبه هذه كنتمنى للسي حسن المزيد من العطاء والمزيد من الابداع، فهو فنان عنده من القدرات وعنده من الامكانيات ما يؤهله ليكون فنان متميز. فهنيئا للسي حسن يعني بهذا المشوار ديالو، وفي نفس الوقت هنيئا لمدينه اكادير يعني بالسي حسن العليوي. شكرا هبة بريس. معنا ايضا محمد سيموكا ممثل امازيغي
معروف في الساحة الفنية. سي محمد مرحبا بك في هبة بريس. سي محمد شنو اللي ممكن تقول لنا على سي حسن العليوي في مسيرته الفنية وفي إطار العلاقة ديالك معه؟ أول حاجة أنا نقدر نقول لكم عليه حاليا هو الله يخلف عليه هذا الخير هذا اللي وكنا اليوم شربنا مزيان. الله يخلف عليك سي حسن، هذه أول كلمة نقول ليه. ثاني حاجة كنشكر هبة بريس على الالتفاتة، الالتفاتة بصح جميلة. علاش؟ حيت ككل لقاء مع لي زارتيست ديال الناس سيرتو الناس ديال اكادير. اللي نقدر نقول لكم على سي حسن هو صديقي قنباضي، يعني صديقي قنباضي هذا واحد اللقب كان كيقولوا لي ولا كنت كنقولوا لي. المهم كنا كنقولوا قنباضي بيناتنا من ايامات الاستعمار، يعني ملي كنا كنديروا المسرح شحال هادي. باش نقول لكم علاش، باش نقول لكم بلي علاقتي بحسن هذه ماشي والدات اللحظه ولا عام ولا عامين ولا ثلاث سنين ولا جمعتنا السينما ولا العكس. كنا كنديروا لي ستاج بزاف، كنا كنديروا مسرح بزاف، هذه العلاقه ديال واحد 15 عام يعني تبارك الله ما شاء الله. نتمنوا المحبه تدوم. وبالنسبه ليا كشخص كانسان راه واحد السيد الله يعمرها دار طيب، يعني ما كاينش ما نقدر ما نقول لك انسان طيب بزاف واللي على قلبه على لسانه. كفنان ما كرهتش انا كاع، يعني كاع هاد الشباب اللي جايين دابا باغيين يديروا الدومين ياخذوه غير هو كقدوه. علاش؟ حيت ديما تنقولها عاد كيبان ملي عاد في عاد في داكشي اللي تيبغي وعاد في المواقف ديالو وفي الفن ديالو اللي بغى يوصل ليه. دونك الا كاع الناس كانوا مثلا بحال سي حسن راه كلشي غادي يكون مزيان. ونتمنى ليه التوفيق ونتمنى ليه المسيره الموفقه ونتمنى للجمهور الكريم عواشر مبروكه وشكرا. معنا ايضا البشير ايرغي سينوغراف اللي غادي يحدثنا على المسيره ديال حسن وعلاقته مع حسن عليوي. تفضل سي البشير. مساء الخير. اولا كنشكر سي حسن عليوي والاسره ديالو اللي هذه الاستضافه الجميله مع الاصدقاء ديالو مع الناس المقربين ليه. سي حسن عليوي اللي غنتكلموا عليه في واحد في علاقتي بحسن عليوي كصديق اللي تقريبا ممتده لسنوات وسنوات واللي جمعتنا بزاف ديال الحويجات في علاقتنا الانسانيه وفي علاقتنا يعني في احلامنا في طموحاتنا اللي كنشتركوها جميع. المساله الثانيه هو ان نتكلم على حسن عليوي. حسن عليوي يعني انا كنشوفه استثناء في المنطقه خصوصا في منطقه سوس، على اعتبار ان حسن عليوي انا كنقول له الفنان المغربي او الممثل المغربي حسن عليوي. لان حسن عليوي ما كنتكلموش عليه فقط في واحد الشق الامازيغي، ولكن كنتكلموا عليه ان حسن عليوي كان ممثل في يعني بلغات اخرى اللي يعني فخورين ان التعدد اللغوي في المغرب هو كيشكل هذيك اللحمه الجميله. كنلقاو عليوي في الامازيغيه، كنلقاو في العربيه، كنلقاو بمعنى ان هذا حسن عليوي هو ممثل متكامل ماشي غير في الاداء ديالو ولكن في الرؤيه ديالو. معنا ايضا السي نور الدين التوامي ممثل وصديق الفنان حسن عليوي وكيحضر معنا في هذه المأدوبه ديال الافطار اللي عرض علينا فيها السي حسن. السي نور الدين شنو ممكن تقول لنا على السي حسن عليوي؟ اولا كنشكروا على هاد العرضه اللي دارنينا تبارك الله الحمد لله راه تهلا فينا بزاف. كلينا حتى التخمه كاع. شنو غنقول على سي حسن؟ سي حسن هو واحد الصديق اللي صراحه فاش كنت انا كندير المسرح ما كنتش هنايا، مشيت للرباط، ولكن من بعد ما رجعت من الرباط يعني تعرفت على واحد الانسان، تعرف عليه في واحد الفيلم هنا، تعرفت على حسن الفنان واحد الانسان اللي كيشتغل بحب، كيبغي الميدان ديالو، انسان اللي ما فيهش الغش. كنهضر على الميدان ديالو، يعني كيدير التمثيل وكيمارس الفن بحب وبغيره. واحد الانسان اللي عنده مواقف وبغى يقول لك شي حاجه يقولها لك في وجهك، ينتقدك في وجهك. ماشي شي واحد اللي كيهضر في الدار، ماشي شي واحد اللي كيهضر في القهاوي بزاف، يعني الا عنده شي حاجه معاك كيجي كيقولها لك فاس، يعني ماشي شي واحد اللي كيخبي عليك. هو واحد الانسان عصامي، كون راسو براسو، يعني تدرج في محافل ديال الفن، سيرتو في المسرح. هو واحد الركيزه من الركائز ديال المسرح في مدينه
في سوس اون جينيرال وفي انزكان وفي اكادير خاصه. فنان فنان بمعنى الكلمه. ملي كتحتاجو كتلقاه بجنبك. انسان اللي ما كيبخلش عليك بالنصيحه، ما كيبخلش عليك باي حاجه، لا ماديا لا معنويا، يعني تحطه في جنبك وتكون مرتاح. كنتمنى ليه مسيره موفقه، وان شاء الله مازال غادي يدلي بالدلو ديالو في هذا الميدان، وغادي يكون عنده مازال ان شاء الله واحد الباع كبير في هذا المجال. شكرا لكم انتما اللي استضفتونا وعطيتونا فرصه باش اننا نهضروا في السي حسن علوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.